المحطة الأولى خلصناها صباحو على ستار اف ام. المحطة الثانية وزارة الداخلية. Done with وزارة الداخلية. Good stuff. Heading home. Nap. زانو حسان. Hotel. معتز مشعلي. وهيك بكون خلصنا الحلقة من زانو حسان. بنشوفكم الأسبوع الجاي. إلى اللقاء. وديسبا. يلا. تم تم تم. احلى شيء بالماك الشت داون تايم تبعه 2 سكندز يكون نايم. الله يرحم ايام زمان ما بعرف ويندوز الجديد، انا صار لي 10 سنين ماك، كنت قاعد لك بثلاث دقائق مثلا الشت داون مع شويه مبالغه اكيد، بس من 10 سنين كان الماك بس يشتغل كمان it doesn't take that much time. ما بعرف ليه هلا it boots up nicely fast، بس تعمل لوجن بتقعد لك ابو 30 ثانية 45 ثانية. طبعا هذا الشيء مقبول ولكن بدي اكثر من هيك. طماع بما انه رايح تريننج كورس لازم شويه سناكس. ثلاثة ما بيكفي، يا دوب بيكفي. سيرو باودر هدول باي ذا تايم اي جت ذير. بدي شيء من هون. I'm super excited. بكرة جلسات مع معتز بدام الساعة 7-8 الصبح بالياس فايسروي. اعتقد ضايل له كم من كرسي للاشخاص اللي بدهم يسجلوا او يجونا بكرة الصبح. هلو هلو. It's a roll back. Let's go this way. Let's head to Yas Viceroy. Yo guys, check this out. Like a big poster. I'm super proud of you, bro. Thank you. Nice, you check in via iPad. That's cool, you guys. حاش حالي الطفل عم تعلم الكتاب. They're so quiet, calm and nice. And like they go like this and I go like, yes, thank you. Let's go. I'm super proud. I have no idea when معتز كان المفروض اتصل قبل ما اجي. يا رجل السكيورتي ركض وراي ركض قال لي sorry you're not allowed to film in this hotel. خير يا وشو ما كل عم صور حالي يعني شو عم صور مثلا. Sorry you need special permission. هلا يا خوفي يجي يدق علي باب الأوضة. إن شاء الله بكون آخر أوضة بالعالم. لا والله هون. نايس. You have to see this. هدول سيارات فورمولا 1 اف 3، هدول صوتهم عالي، سمعتوا شيء؟ ولا انا. I like this hotel. وأوريدي خربت الدنيا ونكشت. تركت المفتاح جوا. I locked myself out of the room. خلينا نرجع نعمل اللقطة الفنية اللي خلتني برا الباب. هيك احسن. لا مو رجعت، بس رحت شي ساعتين ثلاثه كان الجو رطوبه 1000 وبعدين رجعت. تعال. في موجه رطوبه ان طبيعه بالدار بالبلد. الله يستر يا رب. منيح بكره الكورس. خلص سكر يا اخي. منيح بكره الكورس اندورز وبصاله مكيفه والامور طيبه. صارت الساعه 1:50. لازم اصحى الساعه 7 الصبح لانه راح اكون على الستيج عم قدم معتز. مين منكم جاي بكره؟ 50 سوارة. شو بكره هالصابون يا اخي؟ طلع فكت وما فلبين ما خلص ونام واصحى اكون مركز بكره. بكره الكورس من 8 9 الساعة 7 8 بالليل. امورك في اللوز. كان لازم خطط اليوم احسن من هيك.
مين منكم جاي على الكورس in few hours؟ إذا جايين اكتبوا لي بالcomment section. أكيد نشوفكم بكرة. أعتقد ضل شيء مقعد أو مقعدين. وأعتقد إنه فيكم تيجوا بكرة الصبح. By the time you see this vlog بيكون تأخر عليكم الوقت. لازم تيجوا مخكم مصحصح. صباح الخير، نشوفكم بكره. الى اللقاء، بكره احلى.